واش الدراري السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. احنا وصلنا لتارودانت، غادي نلقي واحد التحيه للناس ديال تارودانت من هاد الدخله هادي. جو بونس هاد الدخله سميتها ولاد الحلوف. مرحبا بيا عندكم دراري ولاد تارودانت. انا ندير لكم واحد باك فاير ولا التحيه ديال البايك. هادي ما مقبولاش هادي. ضربنا تقريبا شي 90 كيلومتر من اكادير لهنايا. سو دراري ولا تارودانت، اي واحد ساكن هنا بغيت يكتب ليا الكومونتير ولا كان امكان ديالو يقول لي طلب بلاصه بالضبط، حيت كاين بزاف ديال البلايص في تارودانت. الا بقيت عاقل كاين البلاليع تاع اسراك، كاين المحيطه والنواحي، عاوتاني كاينه اي تي عزه، كاينه ولاد عرفه، كاين ولاد عيسى، اي تي كاس، كاين لاسطح تا هو. ديديكاس ليكم كاملين من عند رشيد بايكر. حنا مازال ما وصلنا للسونتر، باقي على برا، مي يمكن راه قربنا المحطه، غادي يجيبوا فيها التركيله باش تشوفوها. بوغ الناس اللي ما ساكنينش هنا، بالنسبه للناس تا هما اللي ما عمرهم جاو لتارودانت، انتم غتشوفوها معايا اون ديريكت في هذا الفيديو. فوالا احنا وصلنا سونتر فيل، ولكن ان شاء الله غادي ندير لكم واحد الميتينغ غادي نديروه، ما عرفتش موقيتها بالضبط واش من النهار، مي انا بور لانسون في تارودانت. دونك اللي مازال مابوني عندي في انستغرام يدخل عندي دابا رشيد بايكر، راه تما غادي نعاود نحط لكم دي ستوري ونقول لكم شي نهار وقتاش نديرو شي لقاء، نتعرفوا على بعضياتنا وكل واحد نشوفو موتورو كيف داير ونتبادلو المعلومات ونختاروا شي بلاصه مزيانه، البلاصه فاش كيتجمعوا صحاب الماترو وما يكونش ما صداع مع المخزن ولا شي حاجه، شي بلاصه شي اسباس يكون خاوي. جو بونس كاين واحد البلاصه يمكن كيتجمعوا فيها صحاب الماترو سميتها لاسطح. دونك هذه هي المحطه الطرقيه لا غاروتيير، كاينه الكيران، كاين التاكسيات، جميع البلايص، مشي لاكادير او لوز ولاد برحيل، المهم كاع التاكسيات كاينين هنا. انا ما عرفتش شنو كاين فيه ولكن مازال ما داروا ليه واقيلا الافتتاح. بون تو دغوا يمكن غادي الحمر، هاد البلاصه الحمر ولا سميتها باقي، الا مشينا ديريكت نشوفوا الداخل ديال تارودانت. ولكن هنا كامل عمر لانتيردي، هذا هو الاشكال دابا. كاع تارودانت عمره بلانتيردي، تكون غادي ديريكت كتولي كتلقى واحد بلاكه ديال ستوب، رجع يلاه رجع فين كنتي. ردوا البال بزاف مع البلايك، حيتاش ها هما ديبوناجا هما شتوهم ها كيتسناو، غير تكون شي مخالفه ولا شي حاجه قالوا جي لهنا بلاصه الفلان فلانيه ويطلع ليك الموتور للديبوناج اولا تخلص بروسي. حنا ندخلوا الباب زرقان نشوفوا شنو كاين هنا. الناس عاد كتفيق، الناس عاد كتفطر، هادي 10:49 عمر هنا. دونك كاين السويقة، كاين لي صنا، كاين السكالسة، كاين كلشي، الديسير، أي حاجة طاحت لك في بالك تلقاها هنا. فين ندور دابا؟ والله ما عرفت فين ندور، نمشي هكا. اوتو ايكول المهم نعاود ناشر لكم بلي هاد الشكمة هادي راه غير ديال صانية سونديس، ماشي السيكونت اللي كتبريبارو، هادي ما تحتاج لا تبريباري على والو، كيتركب كيولي فيها الباك فاير، كيولي فيها كلشي. بالنسبة للثمن ديال الشكمة دايرة 380 درهم، كل واحد باش كيحسبها، كاين اللي كيحسبها ب 350 درهم، 300 درهم، 380، حتى 400.
ولكن غير باش تعرفوا اللي الشاك مع التميره فيها القوالب وفيها بزاف ديال الحوايج، تقدر تلقاها اوريجينال، تقدر تلقى غير الكوبي ديالها، واخا تكون سونديس ولكن كتكون الكوبي. يعني قبل ما تاخذ شي شاكما الا ما كديش كتفهم على في داكشي مزيان، سير مع شي واحد حريفي ولا، حيتاش هي كتكون ثقيله فاش كتاخذها، هكا كتكون ثقيله مقارنه مع الاس ديال الاس 50 اللي كتكون خفيفه. دراري احنا وصلنا الحمد لله على سلامتنا. دونك انا حاليا كنتواجد في مدينه تارودانت. ما تنساوش تدخلوا تابونوا عندي في الانستغرام، تما راه بقا نحط لكم دي ستوري، نهار تكون شي خرجه ولا شي عجره غادي نعلمكم، ونتلاقاو ونشوفوا شي بلاصه مزيانه ونديروا شي وقيته مزيانه باش نتعرف عليكم وتعرفوا على بعضياتنا. بون دراري من هنا لشي فيديو اخر نقول لكم تهلاو.